مادة التاريخ الاشتغال بالوثائق. الوثيقة الأولى. الوثيقة الأولى بدأت الفلاحة مع منتصف القرن التاسع عشر، تستعمل أسمدة كيماوية وأدوات زراعية جديدة، وتخلت عن نظام إراحة الأرض وعوضته بنظام التناوب الزراعي، واستغلت نتاج البحث العلمي في تحديد نوعية الزراعات المناسبة لكل نوع من أنواع التربة، فانتشرت بعض الزراعات على نطاق واسع، وأصبح الإنتاج موجها للسوق التي ازدادت اتساعا، مما دفع بالملاكين الكبار والشركات الفلاحية إلى التخصص في منتوج معين والاتجاه نحو التركيز والإدماج في السوق الرأسمالية. وبالانتقال لعلاقات الرأسمالية إلى الأرياف، تراجعت اليد العاملة في الفلاحة وتحولت إلى الصناعة خاصة، وإن ظروف الهجرة كانت سهلة الارتباط كثيرا من البوادي بالمدن بواسطة السكك الحديدية التي أخرجت الأرياف من عزلتها. الوثيقة الثانية. غدت صناعة التعدين والآلات والصناعات المنجمية والكيمياء وصناعة توليد الطاقة الكهربائية أقوى الأنشطة الصناعية، مما أدى إلى تحول الريادة من صناعة النسيج إلى الصناعة الثقيلة. رافق هذا التوسع الصناعي اشتداد المنافسة بين المؤسسات الصناعية والدخول في حرب الأثمان وانخفاض الأسعار وتعرض المؤسسات الصغرى إلى الإفلاس وابتلاعها من طرف المؤسسات الكبرى، مما أسهم في اتساع ظاهرة التركيز الرأسمالي. لم يقتصر التركيز على الشركات فحسب، بل عم أيضا الأبناك بظهور شركات التملك أو الهولدينغ، مما جعل جزءا كبيرا من الرسامين المستثمرة في الصناعة أصلهم من رأس مال مالي تملكه الأبناك ويستعمله أرباب العمل. ففقدت بذلك الصناعات الكبرى استقلالها النسبي لتقع تحت هيمنة القطاع البنكي وبروز الرأسمالية المالية. الوثيقة الثالثة. عزز اتساع نظام الرأسمالي في أوروبا الرأسمالية خلال القرن التاسع عشر مكانة الفئة البرجوازية وهيمنتها على الحياة العامة لأوروبا اقتصاديا وماليا وسياسيا، وبالمقابل ازدادت وضعية الطبقة العاملة تفاقما بسبب ظروف عملها وعيشها، حيث كانت تشتغل داخل معامل أو مناجم تنعدم فيها التهوية وتسودها الرطوبة واستقاد أجرا زهيدا، بل والخصم من في حالة القيام بسلوك مخالف لقانون المصنع قوانين صارمة وتأدية غرامة مالية عن كل تأخير والتعرض للطرد التعسفي والحرمان من تعويضات حوادث الشغل والمرض، حتى ما ضعف الأجور وعدم الاستقرار في العمل على العمل التكدس في أحياء هامشية والاستقرار في أكواخ من القسطير ضيقة تنعدم فيها أبسط شروط الصحية، إضافة إلى عدم قدرتها على توفير الحاجيات اليومية الضرورية من تغذية ودواء، مما أسهم في انتشار أمراض فتاكة ومعدية كداء السل في صفوفهم. دخلت الطبقة العاملة في صراع مع أرباب العمل كتعبير عن سخطها من الظروف التي تشتغل فيها، وبظهور الفكر الاشتراكي اتخذت الحركة العمالية نهجا جديدا من أجل تحسين وضعيتها. أسئلة المتعلقة بالوثائق. اقرأ أو اقرأ الوثائق بتمعن للإجابة عن ما يلي: أولا، ضع أو ضع الوثائق الثلاثة في سياقها التاريخي. ثانيا، اشرح أو اشرحي شرحا تاريخيا العبارات التالية: التناوب الزراعي، التركيز الرأسمالي، الرأسمالية المالية، الفكر الاشتراكي. ثالثا، استخرج أو استخرجي من الوثيقة الأولى المستجدات التي عرفتها أساليب وسائل النشاط الفلاحي، وكذلك استخرج النتائج المترتبة عنها. الوثيقة الثانية. المطلوب استخراج مراحل تطور صناعة ورساميلها، ذلك استخراج ظروف تزايد التركيز الرأسمالي. ثالثا، الوثيقة الثالثة. المطلوب من استخراج من الوثيقة الثالثة مظاهر الاستغلال الرأسمالي للطبقة العاملة وانعكاسته الاجتماعية على الطبقة العاملة. رابعا، ركب أو ركب الفكر الأساس للوثائق الثلاث. خامسا، اكتب أو اكتبي فقرة
تبرز أو تبرزين فيها دور الفكر الاشتراكي والحركة النقابية لحد من الاستغلال الرأسمالي للطبقة العاملة في أوروبا الرأسمالية في القرن التاسع عشر. الاقتصادية والاجتماعية بأوروبا خلال القرن التاسع عشر ميلادية. السؤال الثاني، اشرح شرحا تاريخيا العبارات التالية. التنوب الزراعي، التنوب الزراعي نظام الاستغلال الأرض في إطار توزيع الاستغلالية إلى التخصص في منتوج معين خلال موسم فلاحي، ويتم استبداله في الموسم اللاحق لتفادي إنهاك التربة، وكان لهذا الإجراء أثره الإيجابي على المردودية وعلى الإنتاجية. شرح التركيز الرأسمالي. التركيز الرأسمالي اندماج مجموعة من المؤسسات الصناعية والتجارية في مؤسسة واحدة، ويمكن أن يتخذ هذا التركيز شكلاً أفقياً باندماج شركات متشابهة متشابهة الإنتاج في شركة واحدة للحد من المنافسة والحفاظ على الأسعار في السوق، ويمكن أن يتخذ شكلاً عمودياً باندماج شركات ذات الإنتاج المتكامل بهدف التخفيض من تكلفة الإنتاج. نتعرف الآن على تعريف الرأسمالية المالية. الرأسمالية المالية هي شكل من أشكال الرأسمالية، حيث تصبح وساطة المدخرات إلى الاستثمار، هي الوظيفة المهيمنة في الاقتصاد مع تداعيات أوسع نطاق للعملية السياسية والتطور الاجتماعي. ومن أواخر القرن العشرين أصبحت القوى المهيمنة في الاقتصاد العالمي سواء في شكل الليبرالية الجديدة أو غيرها من الأشكال. نتعرف على الفكر الاشتراكي. ظهر خلال القرن التاسع عشر ميلادية، وهو فكر يهتم بالدفاع عن مصالح الطبقة الفقيرة، ويمكن التمييز بين نوعين من هذا الفكر، الاشتراكية الطوباوية والاشتراكية العلمية، التي يعد كارل ماركس من أبرز روادها. ثالثاً، استخرج من الوثيقة الأولى المستجدات التي عرفتها أساليب وسائل النشاط الفلاحي. إن الفلاحة بدأت تستعمل أسمدة كيماوية وأدوات زراعية جديدة، وتخلت عن نظام إراحة الأرض وعوضته بنظام التناوب الزراعي واستغلال نتائج البحث العلمي في تحديد نوعية الزراعات. النتائج المترتبة عنها انتشار بعض الزراعات على نطاق واسع، والإنتاج أصبح موجهاً للسوق التي زادت اتساعاً. ثم كبار الملاكين والشركات الفلاحية بدأوا في التخصص في منتوج معين واتجهوا نحو التركيز والإدماج. ننتقل إلى الوثيقة الثانية، مراحل تطور صناعة ورساميلها. بدأت بصناعة التعدين وآلات والصناعة المنجمية والكيمياء وصناعة توليد الطاقة الكهربائية، صارت أقوى الأنشطة الصناعية. أما بالنسبة للرساميل فقد ظهرت شركات التملك أو الهولدينغ، مما جعل جزءا كبيرا من الرساميل المستثمرة في صناعة أصله من رأسمال تملكه الأبناك، وهذا كان سببا في ظهور الرأسمالية المالية. ظروف تزايد التركيز الرأسمالي. اشتداد المنافسة بين المؤسسات الصناعية والدخول في حرب الأثمان وانخفاض الأسعار وتعرض المؤسسات الصغرى إلى الإفلاس وابتلاعها من المؤسسات الكبرى. ننتقل الآن إلى الوثيقة الثالثة، مظاهر استغلال الرأسمالية للطبقة العاملة. إنها كانت تشتغل داخل معامل أو مناجم تنعدم فيها التهوية وتسودها الرطوبة أيضاً، تتقاضى أجراً زهيداً، بل والخصم منه في حالة القيام بسلوك مخالف لقانون المصنع، ثم تأدية غرامة مالية عن كل تأخير والتعرض للطرد التعسفي والحرمان من تعويضات حوادث الشغل والمرض. نتعرف الآن على انعكاساته الاجتماعية على الطبقة العاملة. التكدس في أحياء هامشية
والاستقرار في أكواخ من القصدير ضيقة تنعدم فيها أبسط شروط الصحية، وعدم القدرة على توفير الحاجيات اليومية الضرورية من تغذية ودواء، انتشار أمراض فتاكة ومعدية كداء السلي في صفوفه. ننتقل الآن إلى الجغرافيا. الجغرافيا نتعرف على التنمية. التنمية هي عملية تطور إيجابي شامل أو جزئي مستمر، وهي ضرورية لتحقيق السلم الاجتماعي، ولها مستويات متباينة حسب بلدان العالم. فما المقصود بالتنمية ومؤشراتها؟ وما هي المقاربات المرتبطة بها؟ والتقسيمات الكبرى للعالم حسب مؤشر التنمية البشرية. يقصد بالتنمية البشرية تلك التدابير التي تتخذ من أجل تطور قدرات الفرد داخل المجتمع وتحسين مستوى عيشه، وهي تعتمد على مؤشر يقوم على 3 معايير أساسية، وهي مستوى الرعاية الصحية والمستوى الثقافي والتعليمي ومستوى الدخل الفردي. أما بالنسبة للمقاربات المرتبطة بها فتتنوع ما بين المقاربة الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والسياسية والبيئية. وبالنسبة للأولى تعتمد على مؤشرات اقتصادية مثل الناتج الداخلي الخام والدخل الفردي ونوع بنية الاقتصاد. أما الاجتماعية فتركز على رصد نسبة الفقر والأمية والرعاية الصحية، في حين تهتم المقاربة الديموغرافية بتسجيل نسبة الولادات والوفيات والتكاثر الطبيعي. أما بالنسبة للسياسية فتركز على الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأخيرا تهتم المقاربة البيئية بمراعاة البعد البيئي في مخططات التنمية. أما بخصوص التقسيمات الكبرى للعالم حسب مؤشرات التنمية البشرية، فيمكن تحديد مجموعتين متفاوتتين من حيث مستوى التنمية، وهما مجموعة دول الشمال وهي الغنية اقتصاديا والمتقدمة اجتماعيا وتتميز بنمو سكاني ضعيف وبارتفاع الدخل الفردي، ومجموعة دول الجنوب وهي الفقيرة اقتصاديا والمتأخرة اجتماعيا وتتميز بنمو سكاني مرتفع وبانخفاض الدخل الفردي، كما أن نصيب الفرد من الناتج الوطني الخام يعرف تفاوتا كبيرا بين سكان المجموعتين. فمجموعة الشمال يفوق الدخل الفردي فيها 10,000 دولار خلال السنة، أما مجموعة دول الجنوب فأقل من ذلك بكثير. من الواضح أن هناك تفاوتا كبيرا في التنمية البشرية بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، مما يفرض بدل هذه الأخيرة المزيد من الجهد من أجل تجاوز أخرها في مجال التنمية، كما يجب على دول الشمال تقديم العون لها لتحقيق هذا الهدف.